النقطة كمان اللي أنا عايز أتكلم فيها مع حضراتكم ونوضحها. وبص، في الأول وفي الآخر إحنا معترفين هنا أهو، ماتش الزمالك كان فيه أخطاء، ماتش الزمالك كان فيه تقصير من بعض اللاعبين، ده كلام خلاص إحنا متفقين عليه. بس هل معنى كده إن الأهلي بقى ده خلاص كده الفرقة ضاعت والمجلس الإدارة ضاع وكمان الجهاز الفني والإداري وكل الكلام من ده؟ الدنيا باظت خالص؟ هل ده يساوي ده؟ هزيمة ماتش تساوي كل اللي بيحصل ده؟ ده احنا واضح ان احنا كنا قاعدين ايه، لا الاهلي هيخسر الماتش ده، طب لا لما يخسر الماتش ده يلا لما خسرش يا طب خلاص الماتش ده خسر، قطع بقى في الاهلي، خلص على الاهلي، انهي عليه قبل نص نهائي افريقيا. بقاني منطق وبقاني عقل لما تيجي تكلمني وانا مشاهد راعي ان انا عندي قدر كافي من الذكاء، راعي ان انا عندي عقل افكر بيه، لكن ما تستغبنيش، ما تشتغلش معايا بالاسلوب ده، مش هتجروا الاهلي للمنطقه دي. لازم هنرد، لازم هنوضح الحقائق.